احنا عندنا مرجعية المفروض نهتدي بهديها في هذه الفترة وفي كل فترة. انتوا وياي ولا ماكو انفلات، ماكو انفلات، ماكو تحطيم كل شيء، هذا غلط. ماكو فوضى، هذا غلط. المشاكل ما تحل بهذه الطريقة، ما تحل. ماكو اذا صارت فوضى، تدرون هاي اكو دول تحبنا مو؟ تدرون هاي اذا دخلت على الخط شو تسوي يعني؟ لا اخواني، لا لا، نخسر مدارسنا، باكر البنوك تروح تهجم الناس المغرضين على البنوك ياخذوها، المستشفيات تخرب، مدارسنا تخرب، كل شيء يخرب، كل شيء يخرب. اياكم والتفكير بالفوضى، كلام المتظاهرين مو ياكم ابدا. عندكم مطالب قدموها بكل حاله حضاريه، بكل مظاهرات سلمية، بعبارات منضبطة، هم مو جارحة ما مؤدبة، بعبارات منضبطة، قدموا كل ما تريدون، بس الدستور خط أحمر، الوضع العام خط أحمر، التغيير يكون من خلال الانتخابات مو من خلال غيرها، ماكو انقلابات بعد، ماكو. لا إخواني، وإلا نخرب بلدنا ترى، وتدخل هاي الدول علينا على الخط تدمرنا، ما تخلينا شيء. مو صحيح، حافظوا على أمن بلدكم، على استقرار بلدكم، التغيير يكون من خلال الحالة الديمقراطية اللي تعودنا عليها إن شاء الله تعالى. المرجعية قالت للناس غيروا قبل الانتخابات، الناس ما أخذوا حكاية المرجعية، صحيح ولا؟ ليش؟ شهوة بس إحنا نحكي، خلينا نحكي عليكم، خلينا نحكي على الشعب. منبر الحسين ما يعرف يكذب، منبر الحسين ما يعرف يجامل، ما يعرف يجامل منبر الحسين، ما عنده مصلحة حتى يكذب، مصلحته الله وأهل البيت والوضع العام والناس، هاي مصلحة منبر الحسين. المرجعية قالت تغيير يوم ما قالت، ليش الشعب انتخب نفس الوجوه؟ لا، ولهذا التغيير يكون من خلال الحالة الديمقراطية مو من خلال الفوضى. فوضى غلط، ماكو فوضى. انزل الظاهر بشكل حضاري سلمي محترم، حافظ على الأملاك العامة، كل العراقيين خي يسمعون هذا كلامي، خلي يوصل للجميع، حافظ على الأملاك العامة والخاصة، من دون جسارة على أحد، من دون جرأة على أحد، من دون كلمات بذيئة، مظاهرات حضارية سلمية للتصحيح، للتغيير الحضاري الصحيح، مو الفوضى اللي ما لها أول ولا لها آخر وما نعرف نهايتها وين، إلى مجهول تاليها ندخل بمجهول ما نعرف وين نوصل. أكو ناس منتظرين الفرصة اليوم قبل باشر حتى يهجمون على البنوك ويهجمون على المستشفيات ويهجمون على المدارس، صحيح يا لا إخواني؟ أكو ناس مغرضين، تالي بيتك ما تقدر تحميه، بيتك ما تحميه. زين إحنا الآن، احنا الان في معركة مع الدواعش، اذا صارت عندنا مشكلة داخلية تدرون شو يصير؟ انا اسألكم، نقدر نفتح جبهتين بآن واحد؟ جبهة خارجية وجبهة داخلية، نقدر نفتح؟ ما نقدر يا اخوان.